حياكم الله مشاهدينا وين ما كنتم، امسي عليكم بالخير في حلقه جديده ومشوار جديد من مشوار. ومشوارنا اليوم اكيد راح يكون لمحبين رياضه الفروسيه وبالتحديد قفز الحواجز. ارحب بالفارس محمد الموسى، حياك الله. محمد الله يحييك، الله يخليك، الله يسلمك. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير، صحه وسلامه. محمد، بدايه برجع فيك بالزمن اللي ورا وابي اعرف بدايتك مع هذه الرياضه، رياضه الفروسيه. نعم. متى بلشت فيها؟ بدايتي كانت في 2005. حلو. في نوادي، من احد النوادي يعني. طيب. ولد خالتي كان مشترك فيها. زين. ويت انا بشوفه يتدرب ويركب. رايح وياه بس؟ اي رايح وياه بس بشوفه بيتدرب. حلو. فرحت وعجبني الموضوع. فكلمت الوالد. كنت صغير وقتها؟ كنت صغير، اي كان عمري 13 سنة 12 سنة وقتها. حلو. فكلمت الوالد وقلت له بشترك وبسجل. بجرب. ايوه. فاخذاني انا واخواني. حلو. الثلاثه ورحنا نجرب. دخلنا بلشنا كبدايه، حبيت الموضوع، اخواني هم حبوا الموضوع. بعدها بشهر شهرين ثلاث اخواني قالوا بس خلاص ما نبي نكمل، ملينا خلاص. انا شفت نفسي لا حاب الموضوع. حلو. فمن يومها لليوم وانا ما قدرت اوقف. مستمر كنت؟ مستمر. ايوه. وقفت 2009، تعرضت حق حادث من الخيل. بالخيل. وقفت من 2009 ل 2013 علاج. كانت فتره علاج. والله فتره مو ايوه فتره هينة. طويله. اي والله فتره علاج، وتقريبا سويت قريب 7 عمليات. سبع عمليات. لا انا لازم اعرف القصه من وراء. الحين اول ما بلشت في هذه الرياضه ما صار لك موقف؟ ما طحت من الحصان كونك صغير؟ طحت البلا طحت، بس ما كانت اصابه مثل ما تقول كبيره. وما خوفتك؟ خوفتني بس مو اللي منعتني من الخيل. خوفت بس ما منعت. ايوه بس ما منعت. حلو. خلتك تستمر. ايوه خلتني استمر. يمكن صار بينك وبين نفسك تحدي وصار انه لا بالضبط انا اقدر بالضبط. مو هو يقدر. ايوه علي. ايوه هذا اللي صار. وما كانت اصابات كبيره، مثلا شيء خفيف، مثلا رضه على كسر بالايد، شيء خفايف. خفايف ها؟ مثل ما يقولون خفايف. حلو. فما منعتني من هالسالفه. بس الإصابة الثانية؟ بس الإصابة الثانية الكبيرة اللي صارت لي ب 2009 كانت بتمرين ولا سباق؟ كانت بتمرين، أيوه كانت بتمرين، لا تمرين عادي. طيب. وطحت وانكسرت إيدي، بس كان كسر مضاعف يسمونه أو شيء كذي. واضطريت إني أسوي 7 عمليات، 3 منها بالكويت. وين في الكوع. في الكوع. في الكوع، أيوه. فاضطريت أسوي 3 عمليات بالكويت و4 بأمريكا. قعدت فترة 3 سنين أتعالج، علاج طبيعي وكذي. وبحزتها وأنا قاعد أعالج أحن على الخيل. ابي ارد اركب. مو انه صار في رده فعل وخلاص؟ لا لحد الحين ما في رده فعل، كان في اشتياق حق الخيل اني ابي ارد اركب. اي حلو. فالاهل كانوا وايد معارضين بهالموضوع. هم اللي معارضين. هم معارضين. توك مسوي عمليه وخايفين عليك. خصوصا العمليه بسبه الخيل. بسبه الخيل. فمعارضيني وايد بهالسالفه انه ما يبوني ارد اركب. فاول ما رجعت من العلاج ثاني يوم رحت نادي وسجلت على طول. ما قدرت من غير ما اقول حق اهلي. وبنفس اليوم اللي سجلت فيه طحت مره ثانيه. بس شديت على روحي وكملت، والحمد لله من ذاك اليوم لليوم وانا مستمر. يبين محمد من طريقه كلامك ان انت تعشق الخيل، تعشق هذا الرياضه. شيء ما ينوصف، يعني مستحيل انك تهده. يعني على الرغم من كل الامور كل اللي صار. اي بالضبط. صار معك على المشاكل ويا اهلي والاصابات وكل شيء، بس مستمرين ان شاء الله. ودائما يقولون ان هذه الرياضه مكلفه كذلك، الرياضة. لأن الناس تحبها واللي تحبها هي اللي تسمع بالضبط فيها. بالضبط. إن هي مثل ما تقول عناية بمخلوق. مو بس بالضبط. مو بس الشراء. مو بس العناية. بالضبط. هو عناية في الخيل وأكله ومستلزماته إذا مرض، وكل هالأمور مكلفة لنا. حلو. بس إن شاء الله قادرين عليها ومستمرين، يعني مو مثل ما يقولون عارض هو لنا. مو عائق إنه يخليك تمتنع عن ممارسة هذه الرياضة. بالضبط. أنا راح أستمر وياك في الحوار الشيق والممتع، أنا مستمتع بالحديث معك، عندي وايد أسئلة لكن وراء الفاصل. رجعنا معكم مع الفارس محمد موسى. محمد، نستمر معك بالحديث ونتكلم أكثر وطريقة أكبر عن هذه الرياضة، وخصوصا أنك غير أنك أنت لاعب لحبك هذه الرياضة أصبحت الآن مدرب. نعم. شلون قادر توازن؟ هذه سنتي الأولى كمدرب. حلو. ومدرب أنا للناشئين والمبتدئين بشكل عام حالياً. التدريب غير والركوب غير. تفصل بينهم؟ اثنيناتهم يعني يبي لهم خبرة غير عن الثانية، ويبي لها
استيعاب واحساس انك توصل معلومه صح للفارس. حلو. فانت كنت قاعد تركب انت والخيل بروحكم صح، بس شلون اعطي خبرتي حق شخص ثاني عشان يقدر يطبقها يقدر يطبق المعلومه. فموضوعين مختلفين، الركوب والتدريب. والتدريب ايوه. ولما تكون مدرب تشيل انك انت كنت فارس، ولما تكون فارس لا تشيل انك انت مدرب. استخدم خبرتي، تدمجهم مع بعضنا. حلو. استخدم خبرتي كفارس اني اوصل المعلومه حق الطلبه اللي عندي، خصوصا ان انت مريت في تجارب. بالضبط، تجارب طويله. بالضبط، فلازم اوصل لهم تجارب اللي مرت لي انا، احاول اختصر لهم الطريق اللي انا مريت فيه. مو يعني هذه الرياضه تكون، انت ذكرت انه لازم يكون صغير، تحس الصغير قادر على انه يتحكم في الخيل. الخيل مثل ما يقولون لها شخصياتها واطباعها، وخيل مثلا شوي يكون حار وخيل صح. يكون هادي. ف الطفل يحتاج لخيل يناسبه. مثلاً هذا مهمة المدرب. ايوه، هذه مهمة المدرب، انه ينقي الخيل المناسب للطالب المناسب. صح، هذه انت عارف شخصيته. بالضبط، تجيب خيل من شخصيته. بالضبط، يناسبه، خيل يناسبه، مثلا يناسب حجمه، يناسب طريقة ركوبه. حلو. يناسب احساسه ويا الخيل، اذا كان مثلا فارس شوي شديد تعطيه خيل مثلا شوي مثل ما تقول تستحمل اكثر. اذا فارس كان لا مثلا يعامل الخيل بنعومة، تعطيه خيل هادية وحساسة وناعمة بهالطريقة. حلو. أيضا لهم بطولات للصغار يقدرون يشاركون فيها. في بطولات أيضا للصغار، بس مثل ما تقول بطولات محلية خفيفة. هي. أيوة، ما يكون فيها مثلا صعوبات كثيرة، تكون تدريبية أكثر ما هي مسابقات كفوز. أنت شاركت في مسابقات وبطولات كبيرة. نعم كثيرة. كلمني عن أبرز الإنجازات اللي حققتها محمد في هذا الرياضة. أبرز الإنجازات كان هالموسم لي في بطولة أطياب المرشود، حصلت على المركز الأول. حلو. وطبعاً كل موسم المسافة كانت المترو 10. مترو 10. نعم. كل موسم مختلف تماماً عن الموسم. كل موسم مختلف 100% غير عن الثاني. البطولات الخارجية شاركت. البطولات الخارجية البلد، نعم شاركت في دولة بلجيكا. حلو. وشاركت في فرنسا، وشاركت في هولندا، هالثلاث دول أبرزهم اللي شاركت فيهم. وشو المشاركة هناك؟ شو الفرق بينها وبين المشاركات المحلية؟ تقريبا مثل ما تقول نفس الأجواء البطولة وكذي، بس المصممين المسلك يختلفون. مثلا معروف إن شوي بدول أوروبا مصممين المسلك يخلون البطولة شوي أصعب. المسلك شوي أصعب. إيه نعم. حلو. إذا بتكلم الحين في شهر رمضان، عادة في بعض الرياضيين يحبنا يريح شوية. نعم. صح صحيح. أنتوا تريحون ولا صحيح. ما في على مدار العام؟ إحنا على مدار السنة ما نوقف شهر، فبرمضان مو معناته إن نريح وايد، بس يكون الشغل خفيف، مو نفس فترة الشتاء. وعادة تكون بعد الفطور. بالضبط، ايوه تكون بعد الفطور، دائما بعد الفطور. ثقل بالفطور ولا؟ لا ما ثقل، خلي نكون خفاف حق الركوب. تشريب بنزين والامور خفيف، وبعد بعد الركوب ها خليها انت حق بعد الغبقه او السحور. أيوة بالضبط، هني تكثر الاكل. عساك على القوه يا محمد. الله يقويك حبيبي. انا سعيد بهذا اللقاء معك، وان شاء الله اكيد لنا لقاءات اخرى. ان شاء الله باذن الله. شكرا لك، واكيد راح نستمر معكم دائما في مشوار. تابعونا على كويت سبورت، ومشوار جديد راح يكون معكم باذن الله. الى اللقاء.